النهارده المحكمه الدستوريه رفضت دعوه تطالب ببطلان دستور 2012 وعوده المستشاره تهاني الجبال. الحقيقه انا يعني لن اعقب على هذا الحكم ولن اعلق عليه. يعني الحكم عنوان العداله. لكني انا بس عايز افكر الناس بانه في عهد الاخوان تم تفصيل ماده كده في الدستور بتاعهم علشان يطردوا المستشاره تهاني الجبالي هي وست اخرين من المحكمه الدستوريه. الغريب ان خمسه رجعوا، منهم مين؟ الاستاذ بيجاتو، حاتم بيجاتو، فاكرينه؟ فاكرين حاتم بيجاتو؟ عارفين تاريخه وعارفين اللي عمله مع الاخوان، عارفين بالصوت والصوره بالوثائق، ومع ذلك رجع وكلهم رجعوا ما عدا المستشاره تهاني الجبالي. ليه؟ انا مش عارف. فانا هسالها بقى. سياده المستشاره، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. يعني بدء لن اعقب على قرار المحكمه، لكن ألو؟ انا اسال. الو، انت سامعاني يا فندم؟ دلوقتي سامعك. اهلا بيك. يعني انا لن اعقب على قرار المحكمه لانه يعني قرار المحكمه عنوان العداله، لكن انا عندي عده استفهامات، واكيد هي عندك عده اسئله. يعني كيف عاد خمسه من اللي كانوا وحضرتك ما رجعتيش؟ يعني ازاي؟ اولا مساء الخير عليك. وعايزه اقول لك اولا يا استاذ محمد انه واجبي كقاضي دستوري بيحتم عليا اكون اول من يحترم دوله القانون واحترم احكام القضاء. نعم. عشان كده انا مش هعلق على الحكم. انا هترك هذا الحكم الذي صدر اليوم للتاريخ. نعم. يحكم عليه، وللفقه الدستوري يقيمه بالمعايير الدستوريه المستقيمه. والفقهاء الدستوريين يقدروا يعلقوا عليه اكثر مني، لانه انت عارف بعض القضايا بتفتح ملفاتها في التاريخ او ألف مره. نعم. واعتقد ان هذه الدعوه ستكون واحده منها. لانه هذه الدعوه لم يكن عنوانها هو الانتصار لحقي الشخصي في منصبي، وانما كان حق القضاء المصري الذي شرفني بان اكون اول قضيه مصريه. نعم. نعم. لاني ادافع عن استقلاله. نعم. وعدم قابليه قضاته للعزل. نعم. باعتبار ان دي ضمانه اساسيه لدوله القانون. نعم. وانا يعني وثقت فيها الحقيقه ما حدث من عدوان على القضاء الدستوري، لان ده واجبي، ولاني رفضت كل المساومات من اجل التنازل عن هذه الدعوه او عدم استكمالها. واعتقد ان انا واجبي كاحترامي لدوله القانون كل ما اعد به الراي العام في مصر والتاريخ وكل الفقهاء الدستوريين اني اصدر كتاب انشر فيه كل وثائق هذه الدعوه كامله. والله دي فكره رائعه، يعني توثيقا لما حدث. طبعا، ولانها جزء من شهادتي للتاريخ على. نعم. ما حدث في مصر وللقضاء المصري في مرحله خطيره ودقيقه. نعم. واعتقد انه هذا التوثيق هو واجب على كل من شهد وشهد هذه الاحداث. الامر اكبر بكثير من موقعي وموقفي الشخصي ومنصبي اللي انا قدمت لوطني كل ما يمكنني ان اجود به، وكان قليلا، لانه اللي بي بي بيناضل من اجل وطن لا يمكن يبقى. نعم. عنوانه هو حفاظه على مصلحه الشخصيه. اكيد. طب حضرتك كده قفلتي هذا الملف وهتصدري الكتاب تحكي فيه ذكرياتك ويعني الوقائع اللي حصلت، وثائق الدعوه دي كامله، لانها تمام. لكن قضائيا اغلق هذا الملف كده؟ ما اقرا الحكم وحيثياته اقول لك. تمام. عموما لانه انت عارف ان انا في يعني محاميه لمده 30 سنه، والقضاء. نعم. الواقع علمني انه دايما بيبقى قراءه الحكم بحيثياته هي التي تضع. نعم. نهاية أو تفتح بابا جديدا. نعم. يعني كل ما بقوله أنه حتى لو كان قدري هو استكمال دوري النضالي من أجل بلدي، ما ظلت طبعا قطرة دم تجري في عروقي، فسأقدم هذا رضية مرضية، وفي النهاية احترامي للقضاء المصري لن يهتز تحت أي بند لا بهذا الحكم. وده موقف محترم يا سيادة المستشارة، والله. شكرا. أحييك عليه. كل الشكر حضرتك. شكرا. المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا.